البنات، مرحبا بكم في قناة شهوات قطني هجار. كديرين؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنحضروا الله ديال الرفيسة. البارح وريتكم التريد كيفاش كنصايبها، سهلة جدا. واليوم غنوريكم ان شاء الله المقادير ديال الروة اللي غنصايب. بسم الله، المقادير اللي غادي تخصنا. انا درت هنا الدجاجة كروازية، ودرت هنايا دجاج رومي، دجاجة رومية. انتم على حسب ما عندكم، عندكم دجاجة، عندكم نص دجاجة، عندكم ربع دجاجة، اي مقدار على حسب الامكانية. عندي هنايا جوج بصلات مشلوبين، عندي هنايا التومة، انا كتعجبني التومة في الرفيسة غنديرها صايمة. عندي هنا الابزار، عندي هنا السكنجبير، عندي هنا الخرقوم، عندي هنايا الخرقوم عرق، عندي الملون خرقوم ملون، عندي هنايا المسخن، عندي هنا الملحة، عندي هنايا السمن، وعندي الحلبة، وعندي الزيت الرومية. وعندي هنايا غادي نعمر ان شاء الله الدجاجه بهذه الحشوه. غادي تكون فيها البصله، وغتكون فيها الربيع، وغيكون فيها الحلبه، وغتكون فيها المساخن، وغندير فيها شويه ديال الملحه، وشويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الابزار، والقليل من الملون ان شاء الله. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا البنات، انا رجعت معكم باش نعمر حداكم الدجاجه. ها انتما كيف ما كتشوفوا، درت البصله، ودرت الربيع، ودرت المساخن، ودرت البزار، ودرت شويه ديال السمن، شويه ديال الزيت، وشويه ديال سميتو الحلبه، ودرت شويه ديال المليحه. كديروا هذيك العطريه اللي وريتكم كيف ما كتشوفوا، وكديروا شويه ديال السمن، زيدوه عليها، زيدوا شويه ديال الزيت. وغنحاولوا اننا نعمروها، نعمروها حتى من الفخاد. انتما هذه بالنسبه للبنات اللي ما سهلش عليهم الله، باقي ما سهلش عليهم الله، ولكن ان شاء الله غيسهل عليهم الله. هذه كديريها معمره. انايا بغيت نوريكم غير الطريقه كيفاش كندير ليها. هذه بالنسبه للبنات اللي ما معطلين في الحمل، كتعمر ليهم دجاجه بلديه او دجاجه كروازيه او كيف ما كانت. وهذه الحشوه هذه البنات كيف ما كتشوفوا البنات، مع ما عمرتها درت شويه ديال لاصوص باش ندهن به الدجاجه، وندهن به الدجاجه حيت انا ما كنبغيهاش تكون هكاك بيضه عاد نلوح فيها العطريه. هي كتجي هكا من السما، كدهنوها مزيان البنات، وكتسدوا الكرش بسميتو بالخيط، كتخيطوها غير شويه باش ما يخرجش هذيك الحشوه صافي. وكنديروها ان شاء الله مع المقادير اللي قلت لكم، انوريكم كيفاش غادي نصبها ان شاء الله. رجعت معكم البنات. ها انتما بعد ما خيطت الدجاجه، ها انتما كيف ما كتشوفوا درت لها الخياطه ديال اطباء المغرب. ها انت كيف ما كتشوفوا، هذا الدجاج الرومي درت ليه هذاك لاصوص اللي بقات هو درتو ليه. ان شاء الله غادي نبداو وغنحطوا الدجاجه ديالي كروازيه. البنات انا الدجاجه غادي نحطها وغندير معاها الدجاج الرومي، ولكن من حس به طاب غادي نحيدو. انا غنديرو في الاول، كاين اللي كيبغي يديرو حتى الاخر، ولا كيبغي يطيبو راسو، حر في الاختيار ديالو. انا غادي نديرو مع الدجاجه الكروازيه، ولكن عندك جوج صفيرات ولا هذا غادي نحيدو ان شاء الله، حيت هو دغيا كيطيب. غادي ندير البنات هاد سميتو اللي قلت لكم، وغادي ندير عليه العطريه بالرومي. غندير عليه العطريه وغندير البصله، وغادي نوريكم الكماله ديال الطريقه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، انا درت هنايا الدجاجه ودرت لها فوق منها البصله. غادي نلوح واحد خمسه الحبات ديال الحلبه، انا ضروري ما كنقلي بهم كيف ما كتشوفوا. لا سي ماما، نهضر مع ولدي، غنسالي مع الناس ماما ونهضر معاهم. نديروا هنايا البنات مليحه على حسب الدجاج اللي عندكم. نديرو هنايا الخرقوم كيفما كتشوفو، نزيدو واحد شويه خرقوم عرق راه زوين. ديرو ملون، الملون انا ضروري كنديرو في سميتو، ضروري كنديرو في الرفيسه باش كيعطي اللون. السكنجبيره البنات كثروا منو حيت كيجي زوين في الرفيسه. ونديرو هنايا بزيره، بزيره ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي. وهنا البنات ديروا بحال كاس ناقص منه شويه، حيت نتوما عارفين الرفيسه كتبغي الزيت، ولكن كاين اللي ما كيبغيها بلا زيت يدير بحال نص كاس. نص كاس بارك عليه، نص كاس ديال سميتو بارك عليه. هنا البنات غندير السمينه، كنديرها في الاول. سمحوا لي على الراجل ديال ولدي، سمحوا لي، نتمنى تكونوا كتسمعوني. هذا مكان، وغنديروا شويه ديال
ديال سميتو ديال البرنامج الطراجي ديال الساخن. صافي هادشي اللي غيخصني انايا في سميتو. غنقليها ضروري تقليوها البنات سميتو الدجاج ضروري تقلى. هذا هو السر ديال الرفيسه انكم تقليوه مزيان الدجاج عاد ترويوه وتسدوا عليه ان شاء الله. ونتلاقاو من بعد ما نحيد الدجاج ونوريكم الكماله ديال هذا. رجعت معكم البنات بعد ما حيد الدجاج. انا درت الدجاج الرومي بوحدو ها هو كيف ما كتشوفوا الطاب حطيته بغيت نحمره شويه. غنضيفوا العدس لهذا غنطيب العدس هو بوحدو احسن. وهنايا ها انتم كيف ما كتشوفوا الدجاج راه دخلها الطياب. ها انتم شفتوا دخلها الطياب. غنقلبها على ظهرها ها انتم راه دخلها الطياب. انتم كيف ما كتشوفوا غنقلبها شويه على ظهرها وغندير عليها البصله غنوريكم الشكل النهائي. انا رجعت معكم البنات بعد ما درت العدس ديالي في الكوكوطه يطيب الكوكوطه اللي حيت من الدجاج. غادي دابا ها انتم شلطت البصله كنحاول انني نفكها بيديا وعاد كنزيدها على الكوكوطه اللي فيها الدجاج الكروازيه كيف ما كتشوفوا. ها انتم كنروي وعاد كنزيد كنروي الكوكوطه واللوح فوق من البصله. ولا خاصتكم شي عطريه ولا شي حاجه كتزيدوها. انا ما خاصني والو راني زدت غروه وزدت سميتو. غنزيد الزعفران زغبه فوق منها شويه. غنزيد شويه ديال الزعفران زغبه انتم كما كتشوفوا. ها هو الزعفران زغبه غنديرو شويه. انا ما كنديرش الضامه. اللي بغى يدير الضامه ما عنده الزعفران زغبه يديرها صافي. وغنسد عليها وان شاء الله نتلاقاو من بعد. رجعت معكم البنات. هذا هو الشكل النهائي ديالي ديال الرفيسه. كنتمنى تعجبكم وتجيكم خفيفه على قلوبكم ان شاء الله. الفيديو جديد وكنتمنى تشاركوا معايا القناه ديالي وتضغطوا على اللايك وتشاركوها مع اصحابكم. الله يعاونكم ومساكم الخير.